انا هقول لك على حاجه مهمه فمحتاجك تقعدي. ممكن؟ لا هي ممكن يغمى عليها وهي قاعده عادي. انت عارفه طبعا موضوع مخزن الاثار. طبعا الكنز اللي انت سلمته للسلطات كده. ندمانه؟ عايز الحقيقه؟ انت عارف الكنز ده كان يساوي كام؟ يساوي ان فريد يشيل الهم اللي انا شلته. لا لا والنبي كله الا فريدي. يا حبيبي وحشني قوي. علي ركزي معايا. ايوه. وانا بدور في موضوع مخزن الاثار ده وفي الملجأ ماما كانت بتبعت له فلوس كل شهر. اكتشفت حاجه لازم تعرفيها. اكتشفت ان انا مش اخوكي. امال اختي؟ انا مش بهزر. ايوه شادي ما انا عارفه مش من نفس الام. ولا من نفس الاب. انا كان ممكن ما احكيلكيش على حاجه عليها بس انت بالذات لازم تعرفي. يعني بابي كان عارف؟ اكيد عرف لما كتبت على اسمه. عرف من ماما ومن مديره الملجأ. واكيد اختار ان هو ما يعملش فضيحه وما يحرمش طفل صغير من الحياة اللي هو كان ممكن يعيش فيها. لا أنا مش مصدقة. ولا أنا عارف. بس هي دي الحقيقة. مش أخوكي. لا يا شادي. لا أنت أخويا. وهتفضل طول عمرك اخويا لو سمحت يا شادي. ما تسيبنيش بفضلك. انت سندي في الدنيا يا شادي انت عارف كده صح؟ انت عارف كده؟ ما تسيبنيش بفضلك.